شاركت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في اللقاء التشاوري 11 لرابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس الممثلة في أفريقيا والعالم العربي أسيكا بالتعاون مع مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية بعنوان تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات البيئية، وذلك بمقر مجلس الشيوخ في مدينة مالابو الغينية. وأكدت الدكتورة الفاضل في كلمة لها خلال اللقاء التشاوري أن مملكة البحرين تبدي استعدادا دائما لتعزيز نطاق التعاون والعمل المشترك مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات السياسية والحقوقية والتشريعية لمعالجة التحديات المعاصرة التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت تعمل بشكل موازن مع الدبلوماسية الرسمية لتحقيق تطلعات الأوطان والشعوب والسلام أو في السلام والتنمية والازدهار.